وجهت مصر تحذيرات لتركيا بسبب تواصل تجاوزاتها في منطقة البحر المتوسط في وقت تتكثف فيه الانتقادات الدولية الواسعة لأنشطة تركيا المخالفة للقوانين الدولية. وقالت مصر إن جزءا من عمليات المسح الزلزالي الذي تقوم به تركيا في منطقة شرق البحر المتوسط قد يتعدى على المياه التي تعتبرها القاهرة منطقة اقتصادية خالصة لها. وزارة الخارجية المصرية قالت في بيان لها إن الإنذار الملاحي الذي أصدرته تركيا الشهر الماضي بشأن أعمال المسح السيزمي يتداخل مع المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، ويشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط. وتكون أعمال المسح السيزمي عادة جزءاً من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات. وأدى الإعلان عن إجراء المسح إلى تصاعد حدة التوتر بين تركيا من جهة واليونان وقبرص من جهة أخرى، وسط مطالبات متضاربة بشأن موارد النفط والغاز البحرية. وتواصل تركيا انتهاك المياه الإقليمية لليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط غير مبالية بالتحذيرات الدولية والأوروبية التي تدعوها إلى إيقاف أنشطة التنقيب غير القانونية من الغاز. وأثارت التحركات التركية للتنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط انتقادات كبيرة من اليونان وقبرص ومصر، وخصوصا بعد توقيع أنقرة ما أطلقت عليه مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة سخيرات نهاية العام الماضي. وكانت تقارير ذكرت أن اليونان وضعت قواتها البحرية في حالة تأهب بعدما أعلنت تركيا نيتها لإرسال سفينة عروج ريس إلى المنطقة. وأشارت التقارير إلى أن سفنا حربية من البلدين تستعد لتسير دوريات في المنطقة. وبات شرق المتوسط ساحة للتوتر بين تركيا واليونان وقبرص، كما دخلت مصر والاتحاد الأوروبي على خط الأزمة في ظل نزاع على الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن النفط والغاز، وذلك لردع الأطماع التركية في المتوسط ومساعيها لزعزعة الاستقرار.